صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء؟ كفر بالإباء، يقول: لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب، وهل قولهم صحيح؟ ما أعرف الطائفة اللي تقول هذا، لكن هذا مأخوذ من الآية: أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء مع الاستكبار، فإبليس أبى واستكبر. ومن أنواع الكفر، هذا نوع من أنواع الكفر، لأن الكفر أنواع، منها الإباء مع الاستكبار، وهو كفر إبليس لعنه الله. نعم.